غطاء مطلي باللون الأخضر استعادته مصر من الولايات المتحدة. حسب مسؤولين مصريين، يعتقد أن الغطاء يخص مسؤولا رفيع المستوى في الدولة خلال أواخر فترة مصر القديمة، ويبلغ وزنه حوالي 500 كيلوغرام. وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد في مؤتمر صحفي أن استعادة الأثر الثمين يأتي بموجب مذكرتي تفاهم أبرمتا في عامي 2016 و2021 بين حكومتي الولايات المتحدة ومصر لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية المهربة. الوزير أضاف أن استعادة التابوت الأخضر وعودته لأرض الوطن تمثل حلقة جديدة في سلسلة نجاحات جهود وزارة الخارجية في حماية إرث مصر الحضاري، وانعكاسا لروح التعاون التي جمعت مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال حماية الممتلكات الثقافية واستعادة الآثار المهربة.